رائدة فن الرسوم المتحركة والكاريكاتير على الشاشة الفنانة شويكار خليفة تألقت بأعمالها في العديد من الأعمال التلفزيونية الخالدة، أبرزها فوازير رمضان وألف ليلة وليلة وتترات أشهر المسلسلات والأفلام. ولم تقتصر إبداعات شويكار خليفة على أفلام الرسوم المتحركة، فقد أخرجت عددا كبيرا من تترات الأعمال الدرامية مثل ضمير أبلة حكمة وبوابة الحلواني، هذا إلى جانب عملها في الأفلام التسجيلية ومنها أفلام لليونيسيف والصليب الأحمر. ومع أن الفنانة الكبيرة تخرجت من قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، إلا أن عشقها لفن الرسوم المتحركة دفعها للسفر إلى الخارج للدراسة والاطلاع على أحدث تقنيات هذا الفن واكتساب الخبرة الدولية. ومع انطلاق قنوات النيل المتخصصة، كانت شويكار خليفة من أبرز الوجوه التي تركت بصماتها على شاشتها، وتنقلت الفنانة الكبيرة بين العديد من المواقع في التلفزيون، ومنها رئاسة قناة الدراما ورئاسة قناة الأسرة والطفل. وخلال الفترة بين أعوام 2003 و2010 شغلت منصب مستشار رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيك، ونالت الفنانة المصرية العديد من الجوائز الدولية والمحلية، منها جائزة من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة عن ريادتها لفن الرسوم المتحركة في الإعلام العربي.